اهلا وسهلا اخ عمار، انت على الهوا. الرب يباركك اخ نزار. اهلا اهلا اخ عمار، كيف الحال؟ حبيبي نشكر الله والرب يباركك اخي لي. اهلا بيك حبيبي. وفعلا هذا سؤال رائع جدا، كيف نكون قديسين امام وجه الله. عندي سؤالين. تفضل. السؤال الاول، كيف بدنا نكون قديسين بالمجتمع الفاسد؟ هذا أول سؤال. وثاني سؤال، كيف بدنا نبعد عن الخطية، بما أنه الخطية والقداسة فينا، سوري، الخطية موجودة، لازم نكون قديسين نبعد عن أشياء إدمان مثل المخدرات، مثل الأفلام الإباحية، مثل تسلط علينا إبليس، تسلط علينا أي شيء. كيف بدنا نبعد عن هالأشياء لنكون قديسين أمام وجه الله؟ أخ عمار، قبل ما يجاوب الأخ إليا، أنا عاوز تشارك ولو بدقيقتين كيف أنت أجيت للمسيح، بدقيقتين بس. أنا من خلفية مسلمة، تفضل. أنا من خلفية مسلمة وأمنت بالمسيح بعد عناء كتير كبير بين الكتب وبين الأديان وبين الشيوخة وبين بقية الأديان، لحتى ظهر لي الرب يسوع بجلالة قدره وأمنت أنا وعيلتي كلياتها بالمسيح. وكنا نجسين وكنا شريرين، لكن الآن قديسين بوجه الرب. آمين. وبحب أنا كل إنسان شو ما كانت ديانته أو خلفيته أو أي شيء، يبحث بالإنجيل عن مجد الله، لا يدور على ديانة ولا يدور على نبي ولا يدور على أي شيء، يدور على الله بالكتاب المقدس راح يشوفه، ولما يطلب الله راح الله يظهر له. أكيد. هذا الفيني شاركك فيه، أكثر من هيك ما فيه. طيب حبيبي عمار، ربنا يباركك وربنا يحميك، واسمع الجواب من الأخ إليا. كيف نعيش في مجتمع دنس فاسد في كل قارات العالم؟ كيف نعيش قديسين للمسيح؟ أرجو أن نتذكر أحبائي أننا لسنا من العالم. قالها المسيح في يوحنا 17: ليسوا من العالم كما إني أنا لست من العالم. ونتذكر أيضا أحبائي أن كل من يقبل المسيح أصبح سماوي، كما السماوي هكذا السماويون أيضا. إن كنتم قد قمتم مع المسيح اطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس. كل يوم تعال قدام الرب، تعال اغتسل بمية الكلمة. وأنا ماشي بالشارع ولا سيما بالشرق الأوسط، أرجلي بتتوسخ بالتراب بتاع الأرض، محتاج آجي يا مؤمنين كل يوم قدام الرب، كل يوم قدام الرب في عرش النعمة أقرأ الكتاب واتغسل بمية الكلمة عشان أقدر أعيش زي ما بيقول الأخ. كيف أبعد عن الخطية في السؤال التاني؟ أتغسل يوميا من كل تراب العالم. لكن حاجة تانية، محتاج أشبع. حبائي، لو أنا جوعان واتعرض علي أي طعام حتى لو قذر عفوا رح أكله، لكن الكتاب يقول النفس الشبعانة تدوس العسل. ليه بروح على البورنوغرافي؟ ليه بروح على مواقع الإباحية؟ ليه بروح على الشات الدنس؟ ليه بروح على كذا وكذا وكذا؟ لأني جوعان نفسيا وعاطفيا وروحيا. والمسيح قال حتى لما روح لهذه الأمور، كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا. وأعرف كثيرين من أدمنوا هذه المواقع فكروا في الانتحار، لكن يوجد حل في المسيح النهاردة. تعال للمسيح يحررك ويطهرك ويقدسك، لكن يوميا اشبع، فالنفس الشبعانة تدوس على العسل. وأخيرا أقول امتلئ بالروح القدس، لكنكم ستنالون قوة لما الروح القدس يملأ حياتكم.